صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك شازلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا قبل ما تنزلوا تعالوا نستعرض الأول أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة بالتحديد من كوبري 15 مايو زي ما حضراتكم شايفين اللي بيشهد سيولة مرورية إنما نسبية. أما الكورنيش ففي كثافات مرورية بسيطة تبتدي تزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، وكمان في بعض الكثافات للي مكمل لحد المعادي وكمان حلوان. لو رحنا اتجاه كوبري أكتوبر وبالتحديد عند منطقة الإسعاف ورمسيس بتشهد سيولة مرورية برضو نسبية على طول كوبري أكتوبر. تبتدي الكثافات تظهر بقوة عند ميدان رمسيس ونزلة غمرة والعباسية. أما المتجه في شارع بورسعيد للشرابية والزاوية الحمراء وحدائق القبة وكمان كوبري السواح والأميرية والعكس في كثافات بالتحديد عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة دلوقتي وفي كثافات على طريق المحور للي قادم من ميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات بتبتدي يعني مستمرة معانا لحد ميدان لبنان. أما المتجه الاتجاه الآخر ورايح مدينة 6 أكتوبر في سيولة مرورية هناك. ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد معانا لحد قبل إشارة جامعة القاهرة. لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بتبتدي تظهر عليه الكثافات المرورية، وده نتيجة التحويلات لغلق الشارع كليا لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان بتظهر كثافات مرورية إنما هي متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وده نتيجة غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي. لو رحنا لمحافظة الإسماعيلية اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة جدا هناك بتستمر من أول ما بتطلع من القاهرة لحد مدخل المدينة، والمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية الطريق كويس جدا، لكن بتكون في بعض الكثافات عند مداخل بعض المدن على طول الطريق. أما شوارع مدينة الإسماعيلية نفسها هنلاقي عليها سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية، وكمان طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم هناك في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات إنما متحركة مش بتأثر على حركة الطريق ولا حركة المرور إطلاقا. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. طيب نتجه لمنطقة القناة، من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل مع محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان بعض الكثافات النسبية، وكمان عن طريق مستشفى جامعة سوهاج كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وبكده خلصت نشرتنا أو جولتنا المرورية في مناطق مختلفة من المحافظات المصرية، ونرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لنا.